السلام عليكم أحبائي، نتمنى تكونوا كلكم على ما يرام. ونحن الآن في النصف من شهر رمضان، وفيديو اليوم هيكون حول المقبلات العربية. فأول حاجة غادي نشوفوها هي الكبة، ثانيا غادي نشوفوا الحمص، وآخر حاجة غادي نصوبوا سلطة البيدنجان. فخليكم معايا وتفرجوا لغاية الآخر. فعلى بركة الله سنبدأ. أول حاجة غادي نبدأ بها هي الكبة. فطبعا غادي نحتاج البرغل، هذا البرغل الناعم لازم تستخدموه، حطيت عليه ماء فاتر لغايه ما تغطى، وتخليه لغايه ما يتشرب الماء كله وينشف. يعني البرغل لازم يكون ناشف، ها انتم كما تشوفوا ما يكونش فيه الماء. والبرغل اللي استخدمت هو هذا، يعني الناعم، شوفوا الحبيات ديالو هما صغار ماشي الخشن، الناعم. وغادي نحتاجوا اللحمة مفرومة أو لحمة مطحون. اللحمة لازم تكون نصف كمية البرغل، أنا عندي استخدمت هنا 250 غرام برغل، فهنايا 125 غرام. بصلة صغيرة. بالنسبة للتوابل عندي ملح وقزبرة ناشفة، هادو كل هاد المواد الأربعة أو هاد المسائل كلها غادي نطحنوها مع بعضياتهم. وبالنسبة للحشو، لان كما تعرفوا الكبه تتكون فيها الشال، يعني القشره الفوق، القشره الاوليه، وداخلها تتكون محشوه باللحمه مفرومه ايضا، اللي هي هذه. انا اوريدي رانا صوبتها، راه الفيديو دابا غادي يطلع لكم، ها هي غير بالبصل. في ناس يعني هي في اللي تزيد فيها الباين نات اللي هو الصنوبر، ولكن انا هنا استخدمتها غير بالبصل، وراه الفيديو دابا غادي يطلع لكم. نخلط المكونات كلها هنايا، وغادي نطحن المسالين، نخلط المسالين، غادا نحط البصل ديالي، البصل، وغادا نحط التوابل اللي هي فقط ملح و قزبرة ناشفة، غادي نخلطهم، وغنطحن هاد المسائل كلها، ومن بعد نرجع لكم. غادا نطحنها غير بال غير بالبلونجور، تشوفوا فوالا طحن غير بالبلونجور. فبعد ما طحنت المكونات كلها هو عطاني العجين. فالان غادي نبدا نشكل في الكبات ديالنا. انا اشتغلت اول وحده بالجلوفز، يعني لي غلون، ولكن مع شويه كبار ما قدرتش نشكل مزيان، فالان غادي نشتغل غير بيدي مباشره. فغادي ناخذ اون بول، ما تكونش الكميه ديال ما تكونش كبيره، مثلا هذا الحجم كافي، حجم بحال هكا كافي. وغادي ناخذ لو بوس، يعني الصبع ديالي، وغادي ندخل هنا ونحاول نقلف لغايه ما نكون حفره. باش تشوفوا غندير هكا لغايه ما نجيب حفره في الوسط، مثلا هكا. انا غنبقى نكمل لغايه ما تجيني، يعني نرقق القشره، ما بغيناش القشره تكون تخينه كتير، فانا غادي نبدا نرقق. فوالا نرقق على قد ما نقدر. في ناس تيبغيو القشره تكون تخينه، ماشي مشكل، راه انا بصراحه تنفضلها تكون يعني خفيفه. فوالا انا درت الحفره ديالي، غادي نملاها بالحشوه. من بعد غادي نسد من الفوق بحال هكا، نكون بحال غادي ندير يعني الشكل ديال حامضه او ليمونه بحال هكا تقريبا. فوالا. فقبل ما ندخلهم للثلاجه حبيت غير نوريكم انه الكبه راه تجيب كميات كبيره في الحقيقه، يعني 250 غرام اللي انا استخدمتها ديال البرغل راه عطاتني هذه الكميه كلها، هادو راهم 17 كبه. مع العلم ان الكبه هي يعني مقبلات ما غاديش ناكلو فيها كثير، فهاد الكميه راه فعلا وفيره. فانا الان غنمشي نحطهم في الثلاجه ونجيو باش نصوبوا الحمص مع بعضياتنا.
فالآن وصلنا المقبلة الثانية اللي هي الحمص، اللي هو معروف يعني في المطبخ السوري واللبناني، وهناك طرق عديدة تتعمل بها الحمص، لكن الطريقة اللي غنديرو اليوم هي الطريقة أنا تتشغل معايا يعني ناجحة، فدائما هذه الطريقة اللي تنستخدم. فطبعا غادي نحتاجو الحمص مسلوق، هنا عندي ثوم محكوك اللي أنا حطيت عليه عصير حامض أو ليمون، لأنه الثوم غادي يكون ني يعني مش مطبوخ، فتنحط عليه الحامض وتنخليه لمدة 10 دقائق باش ينقص شوية من الحدة ديال الثوم، خصوصا الآن حنا يعني في شهر الصيام شهر رمضان، فما بغيناش الحدة كثيرة تكون قوية ديال الثوم. هنا غير شوية ديال الماء اللي تسلق فيه الحمص ربما نحتاجه، وهنا الطحينة، طبعا الطحينة اللي هي عبارة عن عجينة السمسم أو عجينة الجلجلان. وغادي نحتاج شويه، غنخلي واحد شويه ديال الحميصات من اجل التزيين. فاول حاجه غادي نقوم بها هو اني غادي نطحن الحمص. غنطحنه في الاول لوحده، وعفوا لان هاد الماكينه فيها يعني ضجيج كثير. فبعد ما طحنت الحمص ديالي مزيان، ها هو لازم يكون يعني مثل عجين سوفت كتير بحال هكا. فانا غنجي الان غادي نخلط الطحينه مع الثوم والليمون ديالي او الحامض. فغادي نختار ناخذ تقريبا ناخذ حوالي ثلث كاس ديال الطحينه، نخلطه مع الثوم والليمون كما قلت. راه هناك يعني طرق عديدة لعمل الحمص، انا هذه الطريقة بصراحة تتنفع معايا. فبعد ما حطيت الطحينة ديال المزيج ديال الطحينة فوق الحمص، غادي نرجع نطحن كل شيء من جديد. غادي نطحن فيه لغايه ما يولي ليا بحال كريم كما نتوما شايفين، وكما لاحظتوا حتى اللون ديالو راه تغير ولا ابيض. ف فوالا، وطبعا رانا ضفت عليه شويه ملح، ونتلاقاو ملي نشوفوا الشكل النهائي والتزيين ديال الحمص ديالنا. غنحط شويه ديال الحميصات هنايا اللي خليت باش ندير فيهم التزيين. نحط عليهم شوية زيت الزيتون، وانا تنفضل هاد الزيتون منسم انا يعني مصوبة، تنحط فيه ورق لوري، روزماري، الزعتر، وشوية ديال يعني تشيلي فليكس هنايا نزوق به. ممكن نحط ايضا شوية ديال ورقات ديال البقدونس بالطريقة، يعني التزيين تبقى اختياري. نجي لهنا نحط شويه ديال، هنا عندي سموكت بابريكا يعني الفلفل الاحمر المدخن، ها هو نحط شويه ديال الزواق من هنايا. فوالا، فهذا هو الطبق النهائي ديال الحمص ديالنا، ها هو ما تشوفوا فيه. والان غادي نديروا المقبله الثالثه اللي هي البيدنجان. غنجيبوا هذا البيدنجان الصغير، هذا البيبي بيدنجان، فغادي نحيد ليه الطريبيش ديالو اللي هاد الغطاء اللي من الفوق او الطربوش. فوالا، وغادي نقطعو، ندير قطعه من هنايا بحال هذا الشكل، ما نوصلهاش للاخر غير بحال هكا، يبقى ليا مقبوط من هنا بحيث اني يعني ما يتفتحش كله. فوالا، و عندي هنايا الكمون وملح، غادي نخلط فيه الكمون والملح بهذه الطريقه.
غادي نحاول يعني ندعكو شويه باش الكمون والملح يدخل معاه جيدا. نحاول ان نوصل الكمون والملح يعني للداخل هنايا، ومن بعد غادي نتوستيه في الزيت. يعني ما غاديش يكون قلي، يعني قلي كتير، فقط كيما بحال غادي يعني نعرقو شويه في الزيت. وانا غادي نستخدم باش نقلل الضرر ديال الزيت، غادي نستخدم زيت الافوكادو او زيت الافوكا، هو اللي غادي يعني نقلي فيه شويه الباذنجان. فوالا، فبعد ما قليت النجيلات ديالي انا حطيتهم على ورق المطبخ باش يتشربوا يعني من الزيت كله. ها هما النجيلات ديالي. الان غادي نجيو نحطهم في الطبق ديال التزيين، الطبق الاخير اقصد. فغادي نحط النجيلات بهذه الطريقه باش تشوفوا طريقه يعني معاكسه. نحط واحده هنا وواحده من هنا، وغادين بهذه الطريقه. تنكمل الطبق ديالي، ربما هادو كفايه، جا توصيل اخر. فغادي نبقى نصوبهم بهذه الطريقه. الان غادي نجي انا ديجا صوبت اون صوص صلصه الطماطم، لا هي اللي لازم تكون شويه عاقده، ما تكونش يعني سايحه. فيها فقط طماطم محكوكه وثوم وملح، فلفل اسود، كمون. كما تعلمون ان الدنجال يعني تيحب الكمون، وفقط يعني شويه ديال الفلفل الحار، هذا اذا بغيتوه، يعني ماشي اجباري. وغادي نجي ونحط لاصوص من الفوق، ماشي كثير، لان احنا غرضنا ماشي غرضنا اننا يعني نحطوا فيها صوص كثيره، لا، حاجه بسيطه. نحط الصوص من الفوق، بالطريقه نحاولوا يعني باش تدخل لنا الصوص في الوسط ديال الدنجال بالطريقه. بحال هكا. وغادي نزينو بشويه ديال البقدونس من الفوق. فوالا، فهذا هو طبق ديال البيبي بيدنجان او البيدنجان الصغير، هو هذا. والان باقي لي غير اني اساسا حنا الافطار قرب، فاخر حاجه فاضله ليا اني نقلي الكبه ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال المقبلات ديالنا كلهم. فهي الكبه ديالنا بعد ما قليتها، هانتوما تشوفوا كيفاش تجي. فوالا، شفتوا الطريقه؟ يعني ما تجيش تخينه من هنايا، او على الاقل انا بهذه الطريقه اللي عجباني، ما تجي ما تنبغيهاش تخينه. ف دابا غادي نشوفوا الطبق النهائي. كملت كل المقبلات ديالي، وغادي نشوفوا الطبق النهائي. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكبه ديالنا، الباذنجان الصغير او البيبي اوبرجين، شويه زويتينات، هذا الحمص اللي حنا اللي صوبته، وهذا شويه ديال البريد ستيكس او العصيه ديال الخبز اللي ناكلوا بها الحمص. فتنتمنى ان المقبلات العربيه تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوا على الاقل حاجه واحده من هذه المقبلات. وتنقول لكم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، اللايكات راها مهمه عندنا في اليوتيوب. واللي جديد على القناه تنقول لك ما تنساش تضغط سبسكرايب، صابوني او اشتراك مع تفعيل الجرس. ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.